الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2122 قتيلاً ونحو 2421 مصاب. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. كعادتها مصر وسط القبر، هذه المرة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند. مشاركة مصرية مثمرة وفعالة في هذا المحفل الدولي الكبير، حيث عرضت القاهرة وجهة نظرها إزاء القضايا والتحديات، خصوصا تلك التي تواجه الدول النامية. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين والتي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي. شهدت القمة مشاركة الرئيس السيسي في الجلسات الرئيسية وحضور العديد من الفعاليات وعقد لقاءات ثنائية مع العديد من القادة والزعماء. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث شارك سيادته قادة دول مجموعة العشرين في زيارة ضريح الزعيم الهندي التاريخي غاندي. والوقوف دقيقة حداد ووضع باقة من الزهور على الضريح. وختاماً لفعاليات المؤتمر، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان مستقبل واحد. وعلى هامش المؤتمر عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع السيد أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا، وكذا السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أشادا بتطور مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي نهاية الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الهندية نيودلهي عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن.
وخلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية والتي باتت تتخذ أبعادا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. في هذا الإطار أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة أن يقتضي الالتزام بأجندة التنمية المستدامة تطوير نظام التمويل الدولي عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولا سيما توفير التمويل الميسر مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي. إيمانا بسياسات مصر وصواب توجهاتها إزاء العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، تأتي مشاركة مصر في الفعاليات وفي القمم الدولية. وتمثل مشاركة مصر في قمة العشرين فرصة جيدة لعرض وجهة نظر القاهرة سياسيا واقتصاديا أمام صانع القرار على مستوى العالم، لا سيما في المرحلة الراهنة. كثيرة هي الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا، ما استدعى العالم إلى خطب ود مصر ودعوتها ممثلة في الرئيس السيسي، وذلك لحضور كبر الفعاليات والقمم الدولية وأبرزها قمة مجموعة العشرين مع قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصادات في العالم. دلالات كبيرة تحملها مشاركة مصر الثالثة في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الهند، فبعد مشاركتها بنجاح وفاعلية في القمة عامي 2016 و2019 بالصين واليابان على الترتيب، وما تضمنته مشاركتها من جلسات هامة ولقاءات رفيعة المستوى، تمثل مشاركة مصر في القمة هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة نظر القاهرة سياسيا واقتصاديا، وذلك أمام صانع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، لا سيما في المرحلة الراهنة. وفي ظل تواجد كبار القادة على مستوى العالم، تمثل القمة محفلا هاما لبحث الأزمات المتشابكة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الديون، والتركيز على مرونة النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية. وهنا يظهر دور مصر كلاعب قوي من خلال تأكيدها المتواصل على أهمية توسيع نطاق التمثيل للدول النامية في هيئات صنع القرار، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كذلك تعمل مصر التي تحمل على عاتقها تمثيل القارة الإفريقية خلال تلك المحافل الدولية على ضرورة تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج متنوع يشمل سياسة الانفتاح على كافة القوى الدولية والبحث عن فرص بديلة مع الدول التي تمتلك تجارب تنموية ناجحة.
مصر كقوة إقليمية محورية مهمة يمثل حضورها قمة العشرين فرصة كذلك لبحث ملفات ملحة كالأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن قضايا مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث. خبرات مصر وثقلها السياسي ميزة نوعية تسعى دول العالم وتكتلاتها السياسية والاقتصادية للاستفادة منها وتقديم تجارب ناجحة للقدرة على تخطي عقبات صعبة كالإرهاب ومواجهة التوترات الإقليمية، وكذلك استعادة القدرة على دفع عجلة التنمية. إذن وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. بعد التحية، الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة العشرين على أهمية التعاون فيما يتعلق بقضايا المناخ وأيضا نقل التكنولوجيا المتطورة لمواجهة ذلك. برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ مساء الخير يا فندم. طبعا تحقيق ذلك بيكون من خلال التواصل المستمر والفعال ما بين القوى المعنى مشاركة مصر مع مجموعة العشرين، وبدعوة كريمة من رئيس الوزراء الهندي بتأتي في هذا الإطار. يعني مصر لها دور إقليمي محوري، مصر تعتبر بوابة لإفريقيا، مصر لديها يعني مرونة أكبر في الاقتصاد الخاص بها، فمن الممكن طبعا أن هي تعمل على ملفات عديدة، أهمها طبعا زي ما قال التقرير ملف الأمن الغذائي في إفريقيا، ومصر ممكن يكون لها دور كبير وفاعل فيه، وتأمين يعني سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالغذاء خاصة بعد جائحة كورونا وما عانته دول العالم من هذا الأمر نتيجة انقطاع هذه السلسلة، وما تعانيه أيضا القوى الدولية كلها العالم كله بسبب الحرب الروسية، ويعني سلة الغذاء من القمح على سبيل المثال في هاتين الدولتين. برضو قضية المناخ قضية مهمة جدا، تعاون من أجل حماية الأرض، درجة حرارة الأرض بترتفع بشكل غير مسبوق، وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا، وبالتالي التعاون من أجل الشراكة أو التعاون من أجل حماية الأرض أو التعاون من أجل التنمية كلها ملفات وقضايا مهمة جدا، مصر ليها دور فاعل في هذا الأمر، وأعتقد إن كانت زيارة ناجحة وتم فيها تباحث عدد كبير من الملفات. نعم. التي يمكن تهم الشأن الإفريقي بشكل خاص، ويمكن. نعم. طبعا مصر بيبقى لها دور كبير جدا كونها احد دول افريقيا، وكانت دكتور محمد يعني من هذه الملفات الهامه ايضا تم تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتاثيره على مستقبل التوظيف، وهو الامر الذي قد تتضاعف اثره الاجتماعيه وايضا الاقتصاديه السلبيه خصوصا في الدول الناميه. كيف يمكن مواجهة ذلك خصوصا في الدول النامية والحفاظ على جهود التنمية؟ الحقيقة يا فندم موضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المهمة جدا، واللي يمكن بيصوب لها العالم المتقدم بشكل كبير، وخوفي أو تخوفي من أن احنا كدول نامية لا نواكب هذا التقدم، وبالتالي بنكون مكشوفين بشكل شبه تام أمام العالم المتقدم، فبالتالي لابد من مجموعة من الإجراءات الاجتماعية تجاه هذا الامر. ده شق. الشق الثاني نقل التكنولوجيا، ده موضوع مهم جدا، لابد ان هو يكون دائما وحاضر على مائده المفاوضات او اي موائد سياسيه او اقتصاديه بيتم النقاش فيها، لان ده موضوع في غايه الاهميه. نقل التكنولوجيا الى افريقيا هيساهم او هيساعد افريقيا على استثمار ما لديها من موارد. دايما قاره افريقيا بقول عليها ان القاره المظلومه، القاره السمراء التي يمكن ان تكون سبب غذاء العالم، التي يمكن ان تمد العالم بمصادر الطاقة المختلفة، ولكنها قارة مظلومة جدا بيتم العبث بيها. هنلاقي أن معظم الدول الإفريقية بتعاني من بطالة، بتعاني من فقر، بتعاني من صراعات طائفية ونزاعات مختلفة، بيمكن الغرب بيبقى له دور كبير في إشعالها علشان تفضل دايما هذه الدول تحت السيطرة، ومن ثم يعني الأمر يلزمه اتحاد، الأمر يلزمه تعاون ما بين دول الاتحاد الإفريقي جميعا حتى يمكن مجابهة كل تلك الأزمات، وأعتقد أن ده كان حاضر بقوة على الأجندة اللي طرحتها الدولة المصرية في هذه القمة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي.
عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، وتم خلال الاجتماع متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل. وكلف رئيس الهيئة المستشار وليد حمزة كلف الجهاز التنفيذي بوضع تصور كامل لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتخذت وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. تضمنت المرحلة عرضا للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، حيث تم استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة. يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. الذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. في إطار تواصل فعاليات الحوار الوطني، عقدت اليوم جلسة متخصصة لمجلس أمناء الحوار الوطني. تستهدف الجلسة مناقشة بعض الموضوعات الهامة، من بينها مخرجات الأسبوع السادس لجلسات الحوار الوطني العامة والمتخصصة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية، قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن جلسة اليوم تعد كشف حساب لعام ونصف من الحوار. هذا وأضاف الكشكي أن الجلسة وضعت تصورا لبلورة وصياغة جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني. جلسة مجلس الأمناء النهاردة كانت مهمة جدا لعدة أسباب، أنها يعني بتعمل كشف حساب لعام ونصف المرحلة الأولى من الحوار الوطني، أيضا وضعت تصور للجان المتخصصة في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال بلورة وكتابة وصياغة التوصيات للجلسات الأسبوع السادس، الجلسات العامة الأسبوع السادس كما تابعنا. وأيضا يعني كان يناقش كيفية المشاركة وكيفية متابعة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه هذا الاستحقاق سيكون الحدث الأبرز خلال الفترة المقبلة. وبما أن الحوار الوطني يعني يضم نخبة من القوى السياسية وكل الأحزاب والتيارات الوطنية، فبالتالي هو جزء أصيل من متابعة المشاهد السياسية بشكل عام، وفي القلب منها الانتخابات الرئاسية. عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قال إن جلسة اليوم شهدت مناقشة قوانين انتخابات الرئاسة القادمة. ولفت عبد القوي إلى أن النقاشات شهدت التطرق إلى كافة إجراءات تنفيذ هذا الاستحقاق. النهارده كنا بنناقش موضوع غاية في الأهمية، هو احنا داخلين على استحقاق دستوري طبقا للمواد من 140 و141 و142 من الدستور، واللي هو انتخابات الرئاسية القادمة. طبعا احنا ناقشنا بشكل مستفيض القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الهيئة المعنية بالإشراف على الاستفتاءات والانتخابات سواء المحلية أو النيابية أو الرئاسية. ناقشنا ان احنا عايزين احنا لا نعدل في هذا القانون للهيئة الوطنية للانتخابات،
ولكن نفعل كل ما جاء فيه من مواد، سواء الاختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي 26 اختصاص، ما بين فتح باب الترشح، الدعاية الانتخابية، الإنفاق على العملية الانتخابية، تسهيل الأمور للمواطنين، المقررات الانتخابية، تسهيل الأمور للمصريين المقيمين في الخارج لذوي الإعاقة، أيضا ضمانات العملية خاصة بنزاهة العملية الانتخابية. كل ديت احنا كنا بنناقش في هذه المسألة بشكل مفصل، وبنأكد على أن العملية الانتخابية في مصر تحت إشراف قضائي، وكنا بنناشد أيضا أن احنا كل المواطنين المصريين أن احنا يعني بنطمنهم العملية الانتخابية انتخابية نزيهة، حق المرشحين أيا كان عدد المرشحين. ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2122 شخصا، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 2421 آخرين وفق آخر حصيلة رسمية. يأتي ذلك فيما رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غرب مراكش. ويعد الزلزال الذي وقع بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني هو أقوى زلزال تم قياسه في المغرب على الإطلاق. فرق الإنقاذ المغربية تسرع من وتيرة عملياتها بحثاً عن ناجين محتملين وسط الأنقاض التي خلفها زلزال مدمر ضرب العديد من القرى جنوب مدينة مراكش، مخلفاً أكثر من 2000 قتيل حسب آخر حصيلة رسمية. صدمة الزلزال الأعنف من نوعه والتي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر لا تزال تلقي بظلالها على جهود وعمليات الإنقاذ، حيث تمتد المنطقة المتأثرة بالزلزال بجوار جبال الأطلس التي تحتضن العديد من القرى النائية، ما يجعل عمليات الإنقاذ أمرا صعبا. في الوقت نفسه يتواصل إقبال المتطوعين على مراكز التبرع بالدم في عدة مدن مغربية، فيما أقيمت صلاة الغائب ترحما على أرواح الضحايا بعد صلاة الظهر في كافة مساجد المملكة، فيما كانت الأعلام منكسة في أول أيام حداد وطني لثلاثة أيام. وأعلنت عدة دول استعدادها لتقديم مساعدات، وقد أرسلت إسبانيا فريقا من 56 من رجال الإنقاذ بعدما تلقت طلبا رسميا من الرباط، في حين لم يعلن بعد عن استقبال مساعدات من دول أخرى. ونبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن احتياجات المغرب من المساعدات هائلة، مشددة على أهمية إيصالها خلال اليوم أو اليومين المقبلين. وصباح اليوم سجلت ثاني أقوى هزة ارتدادية منذ مساء الجمعة بلغت شدتها 4.5 درجة، وفق ما أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، موضحا أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا. وأثار الزلزال هلعا عارما في البلاد، خصوصا أن سكان مدن عدة بعيدا عن بؤرته شعروا به، وتستمر المخاوف من احتمال تكرار كارثة خصوصا في مراكش. والمغرب غير معتاد عموما على الزلازل المدمرة، واعتبر هذا الزلزال الأعنف استثنائيا نظرا إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير. أكد بيان لقادة ومنظمات دولية في ختام قمة العشرين بالهند على الوقوف إلى جانب المغرب في مواجهة كارثة الزلزال المدمر. وأكد بيان مجموعة العشرين على دعم أي احتياجات مالية عاجلة على المدى القصير للمغرب الشقيق، معربين عن استعدادهم للدعم بأفضل طريقة ممكنة. منذ سنوات يشهد المغرب حركة نشيطة للزلازل، كان أخطرها الزلزال الذي ضرب مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي في 29 من فبراير ب 1960 بقوة 5.7 من 10 درجة على مقياس ريختر، مخلفا أكثر من 15,000 شخص. وفي 24 من فبراير عام 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرقي الرباط، وأسفر عن سقوط وإصابة العشرات. فيما يعد الزلزال الذي شهده المغرب منذ يومين الأقوى منذ 6 عقود. We'll be right back.
أخبار التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. 14 دولة من حلف الناتو يبدأون مناورات بحرية واسعة بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قمة مجموعة العشرين في الهند بأنها ناجحة، مشيرا إلى قدرة نيودلهي على عدم سيطرة الصراع الروسي الأوكراني على القمة، حيث دعا بيان القمة جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي. وخلال مؤتمر صحفي أعرب لافروف عن استعداد بلاده للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تلبية الشروط التي وضعتها. كما ثمن وزير الخارجية الروسي محاولات الأمم المتحدة لتسهيل المحادثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عن أملها في أن تلعب الصين دورا إيجابيا في تحقيق السلام العالمي العادل والمستدام في أوكرانيا. جاء ذلك عقب اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي. بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلنطي ناتو مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق. تشارك نحو 30 سفينة وغواصة بالإضافة إلى 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في التدريبات، وذلك بحسب ما أفادت البحرية الألمانية. الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء، رسالة وجهها الحلف إلى روسيا في ظل تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا. هنا في بحر البلطيق بدأت 14 دولة من حلف شمال الأطلنطي الناتو بينها الولايات المتحدة مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في استعراض للقوة. نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى نحو 19 طائرة ووحدات برية مختلفة تشارك في التدريبات السنوية حسب ما أعلنت البحرية الألمانية. برلين أعلنت أن أكثر من 3200 جندي سيتدربون للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات في عام 2007 على سيناريو واقعي في إطار حلف الناتو. وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون في السنوات السابقة على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين أو المشاركة في مهام دولية. العمليات التي تستمر حتى 23 من سبتمبر ستجرى بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا بما يشمل مجاليهما البري والجوي وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق. الجنود سيتم تدريبهم كذلك على الدفاع عن المواني فضلا عن التدريب على شن هجوم برمائي على أهداف برية، وذلك في إطار جهود الناتو لتعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة. أعلنت السلطات الأوكرانية إسقاط قوات الدفاع الجوي لأكثر من 20 طائرة بدون طيار استهدفت العاصمة كييف، وسمع عدوي انفجارات في أنحاء المدينة ومنطقتها لما يقرب من ساعتين. وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف ذكرت أن مجموعة من الطائرات المسيرة دخلت العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة، فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من 20 طائرة. كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، كما دمرت 3 زوارق سريعة في مياه البحر. أضافت الوزارة أن الزوارق العسكرية السريعة أمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمالي شرقي جزيرة الثعبان، ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات جراء الواقعتين.
قال رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ إن التنمية في الصين هي فرصة وليست خطرا بالنسبة لأوروبا. جاء ذلك خلال اجتماع لي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش القمة 18 لمجموعة 20 في الهند. وأضاف رئيس الوزراء الصيني أن الصين مستعدة للعمل مع أوروبا لتعزيز الحوار والمفاوضات ومناقشة إنشاء الآليات ذات الصلة. من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بمبدأ صين واحدة ويقف على استعداد للعمل مع الصين لاستضافة قمة ناجحة بين الاتحاد الأوروبي والصين وتعميق الحوار والتعاون في مختلف المجالات. شهدت اليونان رفع تصنيفها الائتماني إلى درجة استثمارية لأول مرة منذ بدء أزمة الديون والتي عصفت باقتصادها منذ أكثر من عقد من الزمان. رفعت وكالة التصنيف الائتماني مورنينج ستار الجدارة الائتمانية لليونان إلى مستوى تريبل بي وفقا للوكالة، فإن ترقية تصنيف اليونان يعكس وجهة نظرها بأن السلطات اليونانية ستبقى ملتزمة بالمسؤولية المالية بما يضمن أن نسبة الدين العام ستبقى في اتجاه هبوطي. قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام من العام المقبل، وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو. كانت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود منتصف العام بسبب الخلاف حول السماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي. I am delighted to be the first Australian Prime Minister to visit Papua New Guinea. وصلت أسعار الأرز عالميا ارتفاعها بعد القيود المفروضة على التصدير والتي فرضتها الهند مؤخرا على هذه السلع الاستراتيجية. وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير شهري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 9.8% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، وهو ما يعكس الاضطرابات المسجلة بعد حظر الهند لصادرات الأرز الأبيض. إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وصلت أسعار الأرز عالمياً ارتفاعها بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند مؤخراً على هذه السلع الاستراتيجية. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعلنت في تقرير شهري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة تبلغ 9.8% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وهو ما يعكس الاضطرابات المسجلة بعد حظر الهند صادرات الأرز الأبيض. الفاو أضافت أن الغموض الذي يلف مدة الحظر والمخاوف من القيود على التصدير دفعت الأطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد إلى الاحتفاظ بمخزوناتها وإعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض أسعار، ما حصر التجارة بكميات صغيرة وبعقود بيع متفق عليها سابقاً. وتعد احتياطيات الأرز في العالم وافرة، فمنظمة الأغذية والزراعة تتوقع أن تصل المخزونات العالمية للأرز في ختام مواسم التسويق لعام 2023-2024 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحيث يقدر المخزون ب 198 مليون طن. الصين والهند تحتفظان بثلاثة أرباع هذه الكميات، فيما من المتوقع أن ينخفض إجمالي احتياطيات الأرز لدى دول أخرى إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام. اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته 34 والذي عقد تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، وذلك على مدار يومين بالقاهرة. وفي الكلمة الختامية لأعمال المؤتمر وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الشكر والتقدير لضيوف المؤتمر من الوزراء والمفتين والمثقفين والبرلمانيين والإعلاميين والكتاب، كما وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر. نحن ما بين مختتم ومبتدئ،
ما بين مختتم لهذا العمل أو هذا المؤتمر العلمي وما بين مبتدأ للانتقال إلى التطبيق لمخرجات وتوصيات هذا المؤتمر، والتي لخصناها وجملتها من بحوث السادة العلماء والمفكرين والكتاب والإعلاميين المشاركين وما تم وضعه عليها من لمسات وتعقيبات. انتهى المشاركون في المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية إلى إصدار بيان ختامي تضمن الدعوة لإطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة، كما دعا البيان إلى التوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن والفعال لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مع التوسع في إنشاء كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية قافلة طبية إلى قرية قنبش الحمراء بمركز بيبا جنوب محافظة بني سويف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية. وقد اشتملت القافلة الطبية على العديد من التخصصات، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين داخل القرية وصرف العلاج بالمجان. أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف الوطني قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف وقرية قنبش الحمراء بمركز بيبا، وذلك في إطار أسبوع الخير والذي أطلقه التحالف الوطني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظة بني سويف. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. بدأت محافظة أسوان في التشغيل التجريبي لمستشفى الرمض ضمن 5 مستشفيات بجانب 76 مركزا ووحدة صحية من إجمالي 11 مستشفى و112 وحدة صحية على مستوى المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطن وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل. ويقدم مستشفى الرمض الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالعيادات الخارجية الخاصة بفحص العين وعيادة الشبكية والمياه البيضاء والمياه الزرقاء والأشعة المقطعية على الشبكية والعصب البصري والعمليات المتنوعة. حاليا احنا بدأنا تشغيل تدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل علشان نقدر نقدم الخدمات الطبية للمواطنين وفي نفس الوقت نقدر نعمل تهيئة للمواطنين بالخدمات اللي بتقدمها هيئة الرعاية الصحية. بنقدم لهم كل الخدمات اللي تخص الرمض من عيادات خارجية وطوارئ وعمليات، وحاليا برضو في انتظار ان احنا نوسع بنعمل عمليات المية البيضاء تمام، بس حاليا برضو هنتوسع وهنقدم عمليات تانية شبكية وجسم زجاجي. هو قسم بيهتم بكافة احتياجات المريض سواء استفسارات أو رضاهم عن الخدمة المقدمة ليهم داخل المنشآت الطبية. احنا في الفترة دي دورنا ان احنا نقدم التوعية للناس ازاي يقدروا يستفادوا من الخدمات المقدمة ليهم بانهم يتوجهوا لأقرب وحدة صحية او مركز طبي ويتقدموا بالأوراق المطلوبة هناك لفتح ملف طبي هناك ليهم والأسرهم. عندنا عيادات تخصصية وعيادات عامة،
الحقيقة المريض بيجي بالتذكرة، بيدخل بيتكشف عليه، بيتعمل له قياس نظر، بيتعمل له فحص قاعين، بيتعمل له كل الخدمات مجاني تقريبا من غير ما بيدفع حاجة. كمان عندنا فحوصات وعندنا العمليات، المريض بيدخل بيعمل عملية وبياخد علاجه وبيخرج تماما من غير ما يدفع جنيه. بيت هنا علشان أكشف في مستشفى الرمد عشان خاطر ضعف النظر اللي عندي، عشان خاطر كمان انا ما يعني لما باجي الضم ابره ولا بتاع ولا اتفرج على تلفزيون ولا حاجه زي كده يعني ما بشوفش كويس. جيت مستشفى رمض انا وتيت عشان نكشف، تمام، والرعايه كامله هنا بجد ومنتظمين وعملت كشف وهتكشف تاني وهتعيد الكشف في الانتظام، ورعايه كامله وعملت بطاقه تامين صحي وبدون تكاليف وكده، تمام يعني ومجاني. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة 100 يوم صحة في ميدان باب الحرس في دمياط، وخلالها تم الكشف على المواطنين المترددين عليها. القافلة شهدت إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية، مع تقديم خدمات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تم تنظيم ندوة عن سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية أخرى. الحقيقة احنا في المبادرات الرئاسية بنشارك فيها كفريق إعلام وتعليم واتصال صحي، إدارة الثقافة الصحية، جميع المبادرات الرئاسية المقامة، فريقنا على مستوى المحافظة بينزل وبيعرف الناس بالمبادرات وأهميتها وضرورة المشاركة فيها حفاظا على الصحة العامة. وطبعا المبادرة اللي شغالة حاليا هي مبادرة 100 يوم صحة، بتعمل فحص لمرض السكر، بتقيس الضغط، في فحص الاعتلال الكلوي، في فحص لسرطان الرئة وسرطان المثانة وسرطان عنق الرحم. الخدمات دي كلها بتقدم عن طريق المبادرات الرئاسية اللي الحقيقة المواطن بيستفاد منها بكمية كبيرة. أنا عديت لقيت في مبادرة 100 يوم صحة، فعملت تحليل ضغط وعملت سكر وعملت الاعتلال الكلوي، والحمد لله اطمنت على نفسي، والحمد وبشكر السيد الرئيس على المبادرات الصحيه اللي بيعملها كل يوم. الحمد لله المبادره كويسه والناس كلها استفادت منها، واكتر الناس كانت مهمله في صحتها، ما حدش عرف قيمه المبادره دي انا لما سيسي نزلها، والناس كلها نزلت وعرفت ان عندهم امراض كتير والناس الحمد لله راقت. النهارده عملنا كشف طبي على كافه التحاليل، سواء تحليل الكلى او الضغط او السكر، ما شاء الله حمله كويسه بتطمن الانسان طبعا على كل الظروف الصحيه بتاعته، ومبادرة من الدولة تعتبر كويسة وإيجابية بحيث أن الإنسان بيطمن على كل حاجة تخصه يعني. انطلقت أعمال القافلة الطبية بمنطقة المستعمرة بالقصير جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 214 حالة في مختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. القافلة تضم مئات الأصناف من الأدوية والتي تصرف بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها ولجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. موجودين في مدينة القصير، طبعا الخدمات الطبية اللي تقدمها القوافل في الأماكن اللي تكون بعيدة عن يعني تكون يعني نائية شوية، بحيث نقدم الخدمات في الأماكن اللي بتكون فيها أقل خدمة طبية متوفرة. الخدمات الطبيه المتوفره في عياده الجراحه من كشف وفحوصات وتحاليل كلها مجانيه وعلاج طبعا. القافله الطبيه فيها كافه التخصصات مع معمل في كافه التحاليل ومجهز بكل الادوات، مع صيدليه فيها اكثر من 109 صنف تغطي كافه التخصصات الطبيه متوفره في القافله، الكشف والعلاج بالمجان. عندنا معمل الدم بنكشف على الحالات المتردده في القافله. كل اللي بيجي عندنا النهارده كله بتقدم خدمات بالمجان، عندنا تحاليل متنوعه من الدم، عندنا اختبارات حمل وسكر وترايجلسرايد وهيموجلوبين وتحاليل تانية كتير. احنا بقدر الامكان بنحاول نعمل الكشف المبكر على الانيميا خاصه الاطفال، وايضا كشف الحوامل. كل دي خدمات بتقدم تحت مبادره رئيس الجمهوريه.
شهد مركز مدينة برج العرب في محافظة الأسكندرية إطلاق مبادرة أنت الحياة، والتي تستمر خلال الفترة من 10 حتى 15 من سبتمبر الجاري. تشمل المبادرة قوافل طبية بمختلف التخصصات وورش عمل حرفية وامتحانات فورية محو الأمية وتوعية للسيدات وفعاليات للأطفال والمسرح، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والأسري وتشخيص المشكلات السلوكية والنفسية. نظمت جامعة طنطا بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1114 مواطن وصرف العلاج بالمجان، فيما تم تحويل 65 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان. كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو أمية ل 141 مواطن وزراعة أشجار مثمرة ومحاضرات توعوية. يتواصل تشغيل مجمع خدمات بني مر بمركز الفتح بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي بلغت تكلفة إنشائه 10 ملايين جنيه. يقام المجمع على مساحة 587 مترا مربعا، ويضم مركزا تكنولوجيا مصغرا لخدمة المواطنين ومكاتب سجل مدني شهر عقاري وبريد وتموين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية خاصة كبار السن. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة تقدمها لنا سارة ندي. إليك سارة. شكرا لكم دينا ومصطفى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. انطلقت بالقاهرة الاجتماعات السنوية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أنه من المتوقع وصول معدلات النمو إلى 4% خلال عام 2023-2024، لافتة إلى أن المتوقع جمعه من برامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو عام 2024 يقارب 5 مليارات دولار. أطلقت الدولة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية مبادرة أيادي مصر، وهي منصة إلكترونية لدعم فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف للشباب. هنا من داخل معرض أيادي مصر بمحافظة الدقهلية، صناعة مصرية تنافس المنتجات المستوردة. معرض يعكس الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية. المعرض ده بيعطينا الفرصة اللي احنا نسوق المنتجات بتاعتنا. احنا بنعمل شنط هاند ميد، هي مصنوعة من القماش. بنعمل الباترون بتاعها، بنبتدي نخيطها ونعمل لها طباعة، واما بنعمل لها تطريز يدوي. الشغل طبعا هاند ميد بالكامل، منتج مصري بالكامل. طبعا المبادرة بتساعدنا على تسويق الاعمال ديت بحساب انها تبقى متاحة للجمهور والمواطن بصفة عامة وباقل سعر، بحساب انه ياخدها مباشر من الفنان او المصمم اللي بينفذ.
بأوفر سعر وبأحسن جودة. مبادرة أيادي مصر هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وهو مشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، والتي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالنسبة للمبادرة، مبادرة سيادة الرئيس بصراحة نفعتني، إن أنا ما كنت بنتج الشغل اللي أنا بنتجه ما كنتش بعرف أسوقه، وما كانش حد بيشوفه كتير، فالمبادرة نفعتني اللي هي ظهرت شغلي وبدأت الناس تتفرج على شغلي، وبقيت اروح معارض تبع المبادره. اشتركت تبع مبادره ايادي مصر تبع المحافظه، هي وفرت لنا المعارض اللي احنا بننزل فيها، عرفت الناس بينا بحيث ان احنا نعرض منتجاتنا عليهم والناس تشوفها وتيجي تشتري. احنا مجموعه كده عارضين لهاند ميد، بنروحها كل معارض، بصراحه بيوفروا لنا التسويق، وهم يعني عندهم عندهم حتة ان احنا نتسوق، وان احنا مثلا يبقى منتجنا مثلا الناس تشوفه كتير، فهو بدينا اتاحة فرصة في المعارض كلها ان احنا نروح فيها. وايادي مصر اتاحت لي الفرصة ان انا اشترك في المعرض واسوق منتجاتي، انا ما كنتش بعرض اسوق منتجاتي، فلما اشتركت معاهم اتاحوا لي الفرصة في كده. الدولة وفرت لمبادرة أيادي مصر كل الدعم اللوجستي من معارض متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي مكنت هؤلاء العارضين من عرض منتجاتهم، وبات لمعرض أيادي مصر مريدون ليس فقط في المنصورة بل في أنحاء مصر بكاملها. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مال تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.313 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.900 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.800 مليار جنيه عفوا. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى 19577 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 22% ليبلغ مستوى 3831.98 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 53% ليبلغ مستوى 5643.19 نقطة. اختتمت أغلب بورصات الخليج التعاملات على ارتفاع بدعم من صعود أسعار النفط في قطر، زاد المؤشر بنسبة مع وجود أغلب الأسهم في المؤشر بالمنطقة الإيجابية، لكن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.6%. قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شلوغينوف إن إنتاج روسيا الحالي من الغاز الطبيعي المسال لا يكفي لتلبية الطلب الكامل عليه في السوق الخارجية. وشدد وزير الطاقة الروسي على وجود طلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم، خاصة من جانب المستهلكين الأوروبيين. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى مصطفى ودينا، إليكما. شكرا لك سارة نجيب.
أقامت محافظة بني سويف معرض أهل المدارس بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص. يوفر المعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 15% ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية والزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ استعدادا للعام الدراسي الجديد. بيت مصباح الوحاتي أقدم وأعرق المنازل التي تشهد على روعة التراث القديم وآخر ما تبقى من درب السندادية، أقدم منطقة بمحافظة الوادي الجديد. البيت يعكس ملامح الحياة القديمة في الواحات منذ عدة قرون مع نهاية العصر الروماني ومطلع الحكم الإسلامي في مصر. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة من جديد تستعرضها لنا سارة إليك. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 37-27، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-25، بورسعيد 36-25، والإسماعيلية 40-25. ونذهب إلى السويس. السويس 39-26، العريش 36-26، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-30. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 43-26، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 41-30، وأخيرا حلايب 36-29. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. يا
بهذه اللقطة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بفعاليات قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. الهيئة الوطنية للانتخابات تبحث مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. وارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2122 قتيلاً ونحو 2421 مصاباً. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ كل تمام؟ احنا هنتكلم على قمة العشرين، عشان كنا انا ومصطفى بنتكلم بره، قال لي ايه اكتر الحاجات اللي هتتكلموا فيها النهارده؟ قلت له بص، هو الاكيد ان احنا في عندنا فقره ختاميه عن موسيقى سيد درويش وتراث سيد درويش، يبقى في معانا فرقه اكتر من رائعه تحيي هذا التراث، بس بالتاكيد لازم هنبدا في بدايه الكلام الحديث حول قمة العشرين والمشاركة الثالثة لمصر بالتأكيد في هذه القمة. يعني اهمية القمة دي، انا عايز اسالك عن اهمية القمة دي يوسف. أهمية القمة خصوصا أنه يعني 65% من سكان العالم داخل العشرين، 84 أو 79% من الناتج العالمي كله داخل 84 صح؟ 79% كمان من الانبعاثات الكربونية اللي العالم كله ده بيتكلم عنها، ودي المشكلة الكبرى، ودي مشكلة كبيرة. فحابين نعرف ده بشكل مفصل طبعا. أو بص، أكيد أنا بشوف أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين أولا نابعة من أنه التجمعات الاقتصادية الكبرى أصبحت بتولي اهتمام حقيقي لمصر ودورها المركزي في المنطقة على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، وبالتأكيد لأهمية مصر عسكريا في المنطقة باعتبارها الجيش الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ده واحد. اتنين، هي مسألة ان مصر هي حامل الرسالة النزيه للقارة الافريقية بالكامل، واللي بتشارك السنة دي باعتبارها انها اصبحت منضمة لقمة العشرين كقارة بكاملها بالاربعة وخمسين دولة. مصر شايلة هذه الرسالة اقتصاديا على يعني ده على مستوى، على مستوى اخر هي الرسالة التنموية، الاهتمام باقتصاديات التنمية في والدول النامية. يعني احنا محتاجين نفهم ده بشرح مبسط لجميع الفئات، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرك وبالتوفيق يا رب. شكرا يا دينا وشكرا يا مصطفى، واستأذنكم نبدأ في ربنا يخليك. ان شاء الله. اتفضل.